the area اتفقنا ان ال perimeter of any figure is the sum of its outer side lenses هو ال sum of ال ايه sides ال outside اللي من بره ال area بقى العكس هي the sum of the units اللي inside the figure يبقى انا بعد اللي ايه اللي inside the number of the units اللي inside the figure هو بيقول لي ال area equal how many squares يبقى انا هعد ال number of squares اللي inside the figure نعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 يبقى area equals 10 squares هنا بيقولي find the area area equals how many triangles يبقى انا هعمل counting لل number of a of triangles نعد كده how many triangles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 يبقى ايكوال 16 تراينجلز نعلم كده على التراينجلز عشان ما ناخدش تراينجل مرتين هنا نفس الفيجر بس بيقول لي الاريا ايكوال هاو ماني سكويرز يبقى انا هاخد السكوير كامل على بعضه اللي هو كونسست اوف تو تراينجلز يبقى ناخد كل تو تراينجلز مع بعض على انهم 1 سكوير واعلم عليهم كده 1 2 3 4 5 6 7 8 يبقى equal 8 squares على حسب الفجر اللي بيدهولي هنا هيقول لي بقى الاريا equal how many 2 squares يبقى ناخد كل 2 squares مع بعض على انهم 1 unit وعلم عليهم نشوف كده نعمل علامة x يبقى اول 2 squares فوق كده ب 1 2 3 4 يبقى انا عندي ايه 4 2 squares هنا بيقول لي الاريا equal how many yellow squares يبقى انا هعد الايه اليالو سكويرز بس نعد كده 1 2 3 4 5 6 يبقى ذا اريا ايكوال ايه 6 يلو سكويرز طب عايزين بقى الاريا اوف الايه اوف الريجن اللي هي متلونه بالاحمر دي ريد سكويرز عندي كام ريد سكوير 1 2 3 يبقى الاريا ايكوال 3 ريد سكويرز طب الاريا اوف البلو سكويرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 يبقى the area equals 9 blue squares اوكي okay. سهلة جدا هنا بيقول لي on the opposite lattice diagram draw two different shapes with the same area يبقى انا هرسم two shapes يكونوا مختلفين في الشكل بس equal in area هناخد مثلا 6 units لو عملنا من ال 6 units اللي فوق دول 6 squares يعني عملنا منهم rectangle اللي هو اللونه green هناخد 6 يونت تانيين نعمل بيهم نشكلهم بأي شكل بس يكونوا one شيب يعني ناخدهم مثلا بالشكل ده اللي هو زي حرف ال L كده مثلا يبقى ايه الاتنين 6 يونت والاتنين different in a in في يعني في shape on the opposite let the gram draw two different shapes برضو بس with the same perimeter اسهل شيبس عندي هي ال square و rectangle انا عايزه اتنين يكونوا مختلفين اوكي هعمل واحد سكوير واحد ريكتانجل بس يكون البريمتر حاجه واحده طب ما انا اخد مثلا سكوير ب 2 سنتي او 2 يونتس يبقى 2 باي 4 ايكوالز 8 وناخد ريكتانجل مثلا من اللينس بتاعه 3 والويت ب 1 يبقى لينس بلس ويت ب 4 باي 2 ايكوالز 8 يبقى انا كده عملت تو شيبس الاتنين البريمتر بتاعهم ب 8 وهما الاتنين ديفرنت واحد سكوير واحد ريكتانجل